تولي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية الاهتمام بإدخال المحاصيل الواعدة ذات الكفاءة العالية في الاستهلاك المائي بالتركيبة المحصولية لمناطق المملكة العربية السعودية، ومن بين تلك المحاصيل كانت الأولوية للتوت الأزرق. توت أزرق، يا له من اسم له وقع محبب على النفس، يعطيك حرية تخيل شكل الفاكهة في القصص الأسطورية، بداية في التوت الأزرق أو البلوبيري، نبات شجيري ينتشر برياً في العديد من دول العالم، ويتميز بلون ثماره الزرقاء، ويعتبر من أفضل ثمار الفاكهة، وذلك ما سنرصده لكم في اللقطات التالية. للتوت الأزرق العديد من الفوائد الصحية المذهلة لجسم الإنسان، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة، ويقلل من خطر الإصابة ببعض السرطانات، ويحمي الكوليسترول الضار من التأكسد، وله أثر كبير في تقليل الإصابة بأمراض القلب. كما يعمل التوت البري على تحسين الذاكرة والمحافظة على وظائف الدماغ، ويساعد الإنسان على امتلاك خصائص مضادة لمرض العصر السكري. وفوائد التوت الأزرق كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهو يعمل أيضاً على تقليل الإصابة بعدوى المسالك البولية، ويقلل من تليف العضلات والمحافظة على صحة العظام. ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى، يفضل زراعة التوت الأزرق من نوعين مختلفين للحصول على خصوبة أفضل، وليكون عقد الثمار بشكل كامل. وتنتظر زراعة التوت الأزرق نجاح باهر في كل من المناطق تبوك والجوف والباحة والحدود الشمالية، لما تتمتع به تلك المناطق من جو معتدل ودافئ خلال فصل الشتاء. وتسابق المملكة العربية السعودية الزمن من أجل توفير كل ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، ويساعد في تحقيق أهدافها.